الزمالك بيرفع عقد محمد ابو جبل الى 8 مليون جنيه في الموسم، انتوا عارفين محمد ابو جبل عقده هينتهي الموسم يعني اخر موسم ده لمحمد ابو جبل فالزمالك آه هيزود له طبعا العقد وتمت الاتفاق آه على آه زياده عقد محمد ابو جبل الى 8 مليون جنيه في الموسم، واللاعب بيوافق على التجديد.